يا الله، والله ما نصدق يا اخوان، والله ما نصدق يا اخوان. سعود أبي موال يثلج الصدر. السلام عليكم. عليكم والله ما السلام. نصدق يا اخوان، اقسم بالله ما نصدق. أرحب أرحب يا أحمد السام. السلام عليكم. جولة تاريخية، اقسم بالله يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام فيصل، مرحبا. كيف الحال يا سعود؟ بخير، بشرني عنك. يا الله يا الله، يا الله مرحبا. يعافيك. ايش حالك؟ السلام عليكم، كيف الحال يا توفي؟ كيف الحال يا أحمد؟ طيبين؟ الله يسعد قلبك اخوي، حياك الله. تلعبون اهلين جولة؟ وسهلين، كيف كنت؟ سعود معنا. الله ما شاء الله. سلام. لا 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 لا، حجر ورقة مقص. يلا يلا، أنا مع سعود. أنا سويت مقص. إي مقص. أربعة كلنا معه. لا، تعادل يلا. تعادل يلا. اطلع معك يا سعود، اطلع معك يا سعود. يلا سعود معنا وانتم مع بعض. الحكم هنا احتار العلماء، ترى سعود ما عنده مستوى. يا الله يا اخوان والله. يلا نبلش. يلا يلا، انا ابصير. يلا عشان خاطركم بصير مع احمد. يلا. لك الله يسعد دينك، هذا شرف لي والله يا سعود، والله شرف لي. والله بخير. قل عليك ارسل مراسل الغرام بلا فتى الاحزان. يا الكبسوا، ها كبسوا شدوا شيروا داعمين. انا الصراحه عندي داعمه اسمها عود، هذه تحبني حيل وانا احبها، بس يعني ما بنت يعني قلت لها قلت لها تخيلي بالله، ايش رايك بالله يا توفي؟ على ويش؟ يعني جيتها وقلت لها بتقدم لك، عشان انت الرسول رفضت. ليه رفضت؟ والله ما اعرف. زوج عن طريق برنامج النصيب، اذا جاء ما اعرف برنامج ولا غيره. يا بنت انت برقع كسكتي، خلنا نسولف. اي ما تبثي برقتي. ما تبث. انا اقول الصدق، انا اقول الصدق. ادعم في التيك توك هذا كله. يا سعود. يعني انت بتاخذها عشان فلوسها؟ تقدر تقول. كف والله كف. انت بعد يا اخوان. يا اخي يا اخي، انا اول شيء طمعت بس فلوس، فهمت؟ بعد اكتشفت المري تسنى، المري اخلاقها وادبها احلى من فلوسها يا اخي. اكيد الاخلاق اهم شيء. الاخلاق اهم شيء. او شمالو عليك يا سعود سليمي. بس اكتب له السلام عليكم، ما يعني تقول عليكم السلام خالص، ما في تجادل معاه وزي كذا، ما عندها الكلام هذا. يا الله والله يا اخوان، جوله تاريخيه، اقسم بالله جوله تاريخيه. احكم عليهم يا احمد. لا لا، تو الناس والله العظيم، والله مستغرب، اول مره اطلع اشهد الله. يا عيال مظلوم مظلوم. كل اللي بثي انقزوا البث، احمد كبسه عنده عشان الخط يتقدم. لك الله يسعد دينك يا سعود، الله يدينك. عندي جحفلو سعود، جحفلو يا اللي عندي، اللي عندي كلكم روحوا صوب توفي كبسه عندها. يا الله تعودنا الحكم. اللي تابعون سعود 3000، والله يستاهل شوي. 3000 ترى كفو. هذا العتمي تبشر بالجنة والله، بيض الله وجيه. شكرا شكرا يا اخوان، شكرا لكم. ارحب يا المري، شد يا الربع، يا الربع تفون. كثر خيرك يا سعود، كثر خيرك يا سعود، بارك الله فيك يا الغالي. سم يا كروس كروس، بارك الله فيك يا الغالي. عبرة في النهاية يا سعود، عطنا موال سعود، عطنا موال، جرنا موال كذي. شد يا الله. ارحب بي ارحب بي يا دهر قلبي ورجعان. الله اكبر. شد يا الربع، هني يا سعود. علي علي من ذكرى الوصل بعض الليالي. انتم عندكم بل يا توفي؟ اي والله والنعم يا اخوان منكم، والله ما قصرتوا يا جماعه. اسمها ابل ابل، مو بل. وش بل ذي يسمونها؟ بل
ابد ابد الف كروس كروس يا يا الربع يا المشرفين يا المشرفين اي احد يتكلم مع هود ولا عهود ترد عليه اطردوه واطردوا عهود معه تكبيس يا الربع حياكم الله جيش السعود حياكم الله جيش السعود نورتوا يا اخوان يسعد قلبكم غن عراقي يديك واحكم مواويل العراقية الله يخليك عالجار احنا فيها عالجار يا غاخ حد ما تشوفون أسد حنا ما نبغي حد نبغي سكور نبغي سكور يا ربع ايش فيك والنعم من جيش السعود والله والنعم من جيش السعود توفيق احمد الله يسعد دينك يا سعود لك الله يسعد دينك يا سعود دقيقة يا الله آمين أرحب أرحب أصدموه أنت مشيل ولا تعرفك بيجي كسر كثر خيرك يا سعود كثر خيرك يا الغالي فديت روحك والله شكرا لك يا سعود شكرا للجميع بعد راسي والله احكمهم يا امين يا احمد بيض الله وجهك يا امين ارحم والله امير امير يحكم لا 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 والله حيل الموال يلا سعود انت احكمني يا احمد احكم توفي ابي موال يلا انا بحكم توفي يا توفي الحكم الاول تكسر لا 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 ما تقدر تكسر ثاني معطيها على اللي جنبك الحكم الثالث محطين اللي بجنبك بالخيزر الثاني الثالث ما الثاني عطني حكمك يا احمد يا خلص يا سعود احكم حمود يحكمه احكم عني يا سعود بالله علي والله ما درت يلا يلا والله مصدوم اقسم بالله مصدوم خلص خلص من توفي الحكم الاول الحكم الأول يا توفي تغير اسمك تكتبين عاشقة سعود بن خميس تكتب لي سعود بن خميس على جبهتك كفو لمدة جولة كاملة الحكم الثاني بدي اياك تقف على حيلك وتقدم لي تحية لجيش سعود وسعود كامل الثالث ما حقيقة الحكم الثالث أصلاً مين بحكم أنا؟ تحكمني أنا يا أحمد اسمع الربع أحمد 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 ضفتك يا أحمد يا أخوي فيصل ضفتك هذا شرف لي يا سعود هذا شرف لي يشهد الله كلكم ضفتكم والله العظيم شرف لي أنا الحين والله اسمعوا أنا سمحتكم عشان أول مرة معكم أنا ضفتكم كلكم عندي أنا الحين لازم أطلع والله العظيم الله يحفظك حياك الله منور شكرا لك يا غالي والله ما قصرت يا بعد قلبي يعطيكم طول العمر يا هلا